تغيب هيئة التنسيق النقابية عن الاعتصامات المركزية يومي الاثنين والثلاثاء، وتستعيد عنها بجمعيات عمومية للعودة إلى القواعد وتعبئة الجهود ليوم الزحف الكبير نحو السراي يوم الخميس في 21 من الشهر الحالي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. دعوة إلى جعل هذا اليوم مفصليا في تاريخ العمل النقابي أطلقتها الهيئة خلال اعتصامها أمام مديريات الواردات التابعة لوزارة المالية في منطقة بشار الخوري، وركزت كلمات النقابيين على أهمية الالتزام بالوعود وإحالة السلسلة، وإلا فالإضراب المفتوح وتحركات ستهز لبنان. نطالبك يا دولة الرئيس بتخصيص جلسة 21 الشهر لإحالة سلسلة الرتب والرواتب وفق الاتفاقات، واحدة بند وحيد لإحالة السلسلة والسحب الألغام وسحب الألغام، وفي مقدمها موضوع نقطة هيئة الإشراف على الانتخابات، وانت بتعرف هذه نقطة لا زالت خلافية، ونحن نخشى تطير الجلسة جراء هذا ذلك، وتكون بالأخير استخدمتم موضوع قانون الانتخابات والإشراف على الانتخابات لتطير الانتخابات وتطير السلسلة وترك اللبنانيين في مهب الريح، فأنتم من يتحمل المسؤولية الكاملة على هذا الشيء. وهبوا هبة واحدة يوم 21 الشهر لنقول لهم كلمة هيئة التنسيق النقابية. وبعد انتهاء الكلمات فوجئ المعتصمون بشخص لم يعرف عن نفسه، اقتحم المنبر ليسجل موقفا عبر وسائل الإعلام، استدعى ردا سريعا من هيئة التنسيق. نرفض أي زيادة لأي موظف ما لم يتم الإصلاح الإداري. أنا مواطن لبناني. يا سلام، ما أمنا. وعندي 7 أولاد بالمدرسة الرسمية، أنتوا عم عطليني أولادي، أنتوا مش عوادي. أين كان موقفه؟ موقف صرخة فنحن بنحترمها، أما إذا كان موقفه موقف مشبوه فنحن ندينها، ويزيدنا ذلك ثقة أننا على حق لأنهم بدأوا يتوجعون. إذن الخميس المقبل سيكون الموعد المنتظر، الحكومة والهيئة أمام امتحان صعب، لأن أي قرار سيتخذ سيكون وقعه كبيرا إيجابيا كان أم سلبيا. ما ورد عن بيو حمار، ما ورد عن بيو حمار.